السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد لقاء المبعوث الأممي مارتن جريفيث بالرئيس هادي وانعكاس ذلك على المشهدين السياسي والعسكري. غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث العاصمة المؤقتة عدن باتجاه عمان بعد ساعات من لقائه بالرئيس هادي. وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن الرئيس هادي أكد على أن أي أفكار ينبغي أن تتسق مع استحقاقات القرار الدولي 2216 بما في ذلك الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وبسط سلطة الدولة على كافة التراب الوطني، مشيرا إلى أن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد لإخراج الحوثيين من الحديدة في حال رفضوا الانسحاب منها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل توقف الأمم المتحدة العمليات العسكرية الرامية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها، وما مدى استجابة الحكومة للضغوط الأممية؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. للمرة الأولى يلتقي الرئيس هادي بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث في العاصمة المؤقتة عدن التي عاد إليها مطلع الشهر الجاري بعد غياب امتد لأكثر من عام ونصف. زيارة قصيرة وأهداف محدودة، فما إن توقفت الطائرة في عدن حتى غادرتها إلى مسقط للقاء ممثلي ميليشيا الحوثي هناك. الرسالة التي نقلها المبعوث الأممي إلى عدن كانت واضحة ومحددة، تتعلق بميناء الحديدة والصراع الدائري في المحافظة الواقعة على ساحل البحر الأحمر. بحسب المصادر الرسمية، فقد أبلغ المبعوث الأممي الرئيس هادي بموافقة ميليشيا الحوثي على مغادرة ميناء الحديدة وتسليمه للإشراف الأممي، وهو ما كان طلبا قديما للتحالف العربي منذ أكثر من عام. الرئاسة اليمنية جددت تأكيدها على أهمية انسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة مقابل الموافقة على استئناف جهود البحث عن تسوية سياسية. الدبلوماسي البريطاني حزم حقائبه سريعا وغادر باتجاه مسقط للقاء الحوثيين هناك لإبلاغهم بموقف الحكومة الشرعية والتحالف في محاولة لوقف نزيف الدماء في المحافظة الأكثر فقرا. منذ حوالي أسبوعين وما زالت المواجهات مستعرة في الحديدة بين القوات المحلية المدعومة من التحالف من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، دون خارطة محددة للصراع الذي يمتد على طول الساحل الغربي وصولا إلى قرب الميناء. بالتزامن مع المواجهات لم تتوقف حركة النزوح الكبيرة لسكان المحافظة في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة والتعقيد. ربما حان الوقت لسؤال ما بعد الحديدة، وهل سترضخ الميليشيا للضغوط المتصاعدة عليها أم أنها ستستمر في حربها داخل المحافظة واستخدام المدنيين دروع بشرية، فيما يصبح الحديث عن حل سياسي واحد من أكبر المواضيع استهلاكا للجهد والمنطق وتهربا من المسؤولية الجماعية للعالم والإقليم عن مأساة اليمنيين التي نجم عنها آلاف الضحايا على هامش الصراع الإقليمي في واحد من أفقر بلدان العالم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي من الرياض مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. في البداية، ما الذي رشح من لقاء المبعوث الأممي بالرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم في عدن؟ طبعا وفق ما تم الإعلان عنه، مقترحات تم وضعها من قبل المبعوث الدولي، وهي بالمناسبة ليست جديدة، تم وضعها من قبل ولم يتم التعامل معها بإيجابية من قبل ميليشيات الحوثي. هذه المقترحات طبعا تم الإعلان عنها، وهي أن تتولى واحدة الإشراف على ميناء الحديدة، ولكن بعد أن القوات الحكومية والجيش الوطني والمقاومة من انتصارات في الحديدة، أعتقد أن الوضع الآن تغير وأن على الميليشيات أن تنسحب من مدينة الحديدة ومن ميناء الحديدة، وهذا هو يعتبر تنفيذا للقرارات الدولية. طبعا موقف الحكومة وموقف فخامة رئيس الجمهورية كان موقف واضح في هذا الاتجاه، وهو أن على الميليشيات الحوثية أن تخضع للقرارات الدولية وأن تنسحب من الحديدة وأن تسلم أسلحتها، وليس من الحديدة فقط ولكن من باقي المناطق والمحافظات، وهذا طبعا وفق للقرار الدولي 2216 وكذلك ما تم الاتفاق عليه مسبقا. الأمم المتحدة تحاول جاهدة أن تمنع معركة أنا أعتقد أنها وشيكة على
على مدينة الحديدة وعلى مينها الاستراتيجي الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية الذي يعتبر أيضا رئة تتنفس منه الميليشيات الحوثية ويرفدها بعشرات الملايين من الدولارات سنويا. بالتالي نقول أن الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي يقف حاجز أمام تحرير محافظة الحديدة و عن التكلفة الباهظة لهذه الحرب وللوضع الإنساني في مدينة الحديدة، بينما الوضع الإنساني في كافة المناطق وفي كافة المحافظات يعتبر وضع استثنائي ويعاني جميع أبناء الشعب اليمني مما تقوم به ميليشيات الحوثي. بالتالي يضغط المجتمع الدولي وتضغط الأمم المتحدة على الحكومة الشرعية من أجل أن تتوقف معركة الحديدة، وهذا طبعا يعطي جوابا لكل من يتحدث ولكل من يشكك في الجيش الوطني في نهم وفي تعز وفي باقي المناطق والمحافظات، والذين يتهمون الجيش الوطني بأنه لم يحسم المعركة ولم يتقدم نحو صنعاء، ولا يعرفون أن المجتمع الدولي هو من يقف حجر عثرة أمام التحرير وأمام تحرير المناطق والمحافظات. إذا كانت فقط القوات وصلت إلى مطار الحديدة الدولي فقامت الدنيا ولم تقعد، والمتحدة والقارة الدولية والمجتمع الدولي لكي تتوقف هذه المعركة. نعم، إذن تراجع التقدم لقوات الجيش الوطني في الحديدة هو ربما بضغوط أممية خلال هذا الأسبوع الأخير، يعني بعكس الأسبوع الماضي كان هناك تقدم كبير وربما كانت المعركة محتدمة، هذا الأسبوع بدأ الوضع يعني يبدو هادئ نوعا ما. بالتأكيد هذا ما حدث، والتقارير الدولية وكذلك الأمم المتحدة والحراك الدولي السريع والمتسارع الذي قام به المبعوث الدولي في الذهاب إلى صنعاء والذهاب أيضا إلى عدن والذهاب إلى مسقط، والحراك الدبلوماسي الغربي من خلال السفراء، من خلال وزيرة الاتحاد الأوروبي، من خلال كثير من التحركات الدولية لوقف هذه المعركة وإصدار تقارير إنسانية والحديث عن الجانب الإنساني، مع أننا بالفعل يعني نحن يعني مع أن حرب هذه المدنيين وكذلك الوضع الإنساني يجب معالجته ويجب الحد من تدهور الوضع الإنساني في مدينة الحديدة. لكن أيضا هناك وضع إنساني شامل في اليمن، اليمن كلها تشكو منذ 2014 منذ الانقلاب، واليمن تشكو من الإشكالية الإنسانية، وهناك نهب مربع من قبل الحوثيين للمرتبات في أموال الدولة، استهلاك واستنزاف للموارد، وكذلك تغذية الحرب وتجنيد كبير للأطفال وكذلك للشباب للزجد في المعارك. بالتالي نقول أن أي توقف للمعركة سواء في الحديدة أو في نين أو في كافة المناطق والمحافظات هي بضغط دولي مباشر، سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر المجتمع الدولي الذي يريد بقاء الحوثيين وبقاء هذه الميليشيات من أجل ابتزاز دول الخليج وأيضا لعبة التوازنات المعروفة في المنطقة. نعم، طيب ابقى معي أستاذ مختار ونشرك معنا في الحديث عضو مجلس الشورى السعودية السابق الأستاذ محمد آل زلفى. مرحبا بك أستاذ محمد. اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بضيوفك. اهلا بك استاذ محمد. في البدايه، انت كيف تقرا هذا الاهتمام الكبير من قبل المبعوث الدولي والامم المتحده لايقاف معركه الحديده التي كانت قد انطلقت وبدات بتحرير مطار الحديده؟ من المؤسف ان المندوب الامم المتحده بعمله هذا محاوله عرقلت حل مشكلة الحديدة التي تعاني من هذه المشكلة على مدى 3 سنوات. الشعب في الحديدة يعاني من ظلم الحوثيين ومن عدم منحهم الأبسط الحقوق، انتشار المجاعة والأمراض في الحديدة والمناطق المحيطة بالحديدة بسبب الوجود الحوثي. الآن إذا المندوب الأممي يريد فعلا أن يحل مشكلة الحديدة فليعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة 22/16 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من كل المدن المحتلة، وفعلا هم محتلين وبالقوة وبالقهر هذه المدن اليمنية وخاصة الحديدة. أنا أعتقد لا حل إذا كان المندوب الأمم المتحدة يريد أن يطيل أمد معاناة الشعب في الحديدة، فلا أعتقد أن الحكومة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة مدعومين بالتحالف المناصرين بقوة للشعب اليمني سواء بالحديدة أو في غيرها لن يقبلوا المزيد مما يسمى بالضغوط الدولية، لأن الحل هو أن تحل مشكلة اليمن
وبقوة وبسرعة. الأمم المتحدة بكل أسف ومندوبيها جربناها في العالم العربي، هم إطالة أمد المشاكل للأمة العربية في سوريا في ليبيا، أينما وجد مندوب دولي يعرف أن هذا مشكلة دولية. لزيادة معاناة الشعوب العربية. نعم، عدم حسم المعركة في الحديدة أستاذ محمد وعدم التقدم مثل ما حصل في الأسبوع الماضي في مطار الحديدة، هل باعتقادك السبب هو الضغوط الدولية أم استماتة الميليشيا أيضا وتواجدها العسكري القوي في الحديدة؟ الحكومة الشرعية والمقاومة والجيش الوطني أيضا التحالف العربي يحرصون على سلامة أخواننا وأهلنا في الحديدة، ولكن إذا لم يبقى إلا الحل الذي يخلص الحديدة وأهل الحديدة والشعب اليمني في كل مكان في أرض اليمن التي انتهكت حقوقهم ودمروا وقتلوا وشردوا، وهذا أمر غير طبيعي لم تشهده اليمن مثيل على مدى تاريخها بسبب العصابة التي اختطفت الشعب اليمني. أنا أعتقد أن على الدول على الشرعية ومناصريها من الوطنيين اليمنيين ومن التحالف أن يسارعوا إلى تخليص الحديدة بكل الوسائل، ولا ينتظرون مشورة جريفيث ولا غير جريفيث. الأمر لابد أن يحسم لأن هذا هو الحل لمعاناة الشعب في الحديدة وفي غير الحديدة. نعم، طيب أستاذ محمد اسمح لي أعود للأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، إذن الأستاذ محمد يقول بأنه ربما الحل الوحيد هو الحل العسكري لتحرير الحديدة من ميليشيات الإنقلابية، على الجانب الآخر هذه الضغوطات الدولية والتحركات الدولية برأيك إلى أين ستفضي؟ هل يعني ستنجح في إقناع الميليشيا هذه المرة للخضوع للقرارات الأممية وتسليم الحديدة ومينائها، أم ستستمر على نفس الحال من أجل ترتيب أوراقها ومن ثم تعيد الكرة بعملية عسكرية مضادة ضد التحالف الشرعي؟ أولا اليوم فخامة رئيس الجمهورية تحدث، قال أننا بالفعل نريد اليوم في لقائه مع المبعوث الدولي تحدث وقال أننا بالفعل نريد السلام، نريد أن تتوقف الحرب، لكن أيضا الطرف الآخر هو الذي يستميت في هذه الحرب، الطرف الآخر هو الذي رفض كل المقترحات. تصور أن المقترح الذي يناقشه اليوم المبعوث الأممي تم مناقشته أيام المبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ أحمد بأن يتم تسليم بتسليم مطار وميناء الحديدة للأمم المتحدة، ولكن رفضوا لانهم اعتدوا عليه في العاصمه صنعاء وحاول الاغتيال اسماعيل الشيخ احمد في العاصمه صنعاء. بالتالي هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام، لا تؤمن بالاستقرار، لا تؤمن بالتعايش، هي تؤمن بطريقه واحده فقط وهي بالسلاح، لانها جاءت وهي تحمل السلاح. بالتالي لا يمكن لها ان تؤمن بان تترك اي منطقه او محافظه بغير الحركه. منذ ان نشات لم تسلم كلاشينكوف واحد فقط للدولة، هي هذه الميليشيات لم تنسحب من شبر واحد من المناطق التي سيطرت عليها منذ 2004 وحتى اليوم. بالتالي الحديث عن أي مشاورات أو الحديث عن الدخول معها بأي مشاورة أو أنها ستخضع للمشاورات هذا إذن أمام هذه التجارب الفاشلة أستاذ مختار، أمام هذه التجارب الفاشلة التي دائما تصل في النهاية بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين ميليشيات الحوثي، ما الذي يجبر التحالف العربي والحكومة الشرعية في الحديدة أن توقف هذه المعركة وتترك المجال للميليشيا لترتيب أوراقها؟ أولا نحن نعيش في عالم ونحن مؤمنين طبعا بتواجد دول وقوى في المنطقة وفي الإقليم، بالتالي لا يمكن تجاوز الأمم المتحدة ولا يمكن تجاوز المجتمع الدولي، الدولة تتعامل معهم باحترام وتقدير، وأيضا نحن نعيش في ظل قانون دولي وفي ظل مجتمع المتحدة، بالتالي الدولة والتحالف يتعامل باحترام وتقدير مع الأمم المتحدة ومع جهودها ومع الوصول إلى حل سياسي وسلمي. لكن أيضا من خلال هذه التجارب نحن نثبت للعالم، نحن نثبت للأمم المتحدة، نحن نثبت للأمريكان والبريطانيين وكل القوى الدولية أننا نحن في الحكومة الشرعية نقدم التنازلات وأيضا نتعامل معكم بإيجابية، ومن يرفض كل هذه الإجراءات وكل هذه المقترحات وكل جهودكم هو الطرف الآخر وهو الميليشيا الحوثية. لذلك لا بد من تغيير المعادلة على الأرض، إذا أردنا أن تتحول المعركة إلى معركة سياسية وإلى ضغط على الميليشيا الحوثية لا بد من الضغط عليهم في الميدان. تم كسرهم في المطار، وإذا ما تحققت إنجازات في الحديدة وتم كسرهم بالتالي سيقدمون التنازل تلو التنازل. أما بدون أن تتغير المعادلة العسكرية
يبقى الحديث عن المشاورات والحديث عن الحل السياسي مجرد عبث ومجرد إسكات للمجتمع الدولي ومجرد أيضا إرضاء لبعض القوى الدولية التي تريد بقاء الحوثيين كحصان طروادة، وأيضا ابتزاز لدول الخليج العربي، وأيضا لعبة التوازنات الدولية في المنطقة. شكرا جزيلا لك مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، كنت معنا من الرياض. وعودة إلى الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودية السابق. أستاذ محمد، الآن هذه الضغوطات التي الآن تمارسها الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي، برأيك هل ستتجاوزها الحكومة الشرعية والتحالف وتواصل هذه المعركة حتى يتم تحرير الحديدة ومينائها من ميليشيات الحوثي؟ من المؤكد أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بحق الشعب اليمني في أن يحفظ دمه من الهدر بالطريقة التي تهدر على أيدي الحوثيين. لا يهتم ولا يولي أي اهتمام ولا أي نظرة لأي قانون دولي ولا علاقات دولية ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن، لأن ميليشيات متفلتة، ولذا أنا أعتقد مدارات مشاعرهم من خلال أمم متحدة ومندوب دولي إلى آخره، أنا أعتقد أن هذا إطالة أمد مؤسسات الشعب اليمني وعلى الحكومة الشرعية ومناصريها من أبناء الشعب اليمني ومن التحالف العربي أن يحسموا الأمر، لأنه مثل هؤلاء لا يقبلوا ولا يسمعوا إلا حينما يروا القوة التي فعلا حجمتهم في مطار الحديدة، وأصبحوا الآن ما لديهم أي ورقة إلا الضغط على أبناء الحديدة، إضافة إلى ضغطهم على مدى 3 سنوات. الشعب في الحديدة يعاني من هؤلاء، هؤلاء يعني فعلا أشد ضراوة من 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 الاحتلال الإسرائيلي على 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 أجساد الشعب الفلسطيني. نعم. هؤلاء لا يأبهون بشيء، لا بمشاركة مواطن يمني ولا بدم إنسان يمني ولا بأخوة إسلامية ولا بأخوة في الوطنية. هؤلاء للأسف أجراء، هدفهم فعلا قتل الشعب اليمني، ولذلك لا بد أن ننقذ الشعب اليمني بالقوة التي يفهمها الحوثي. نعم. طيب اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث أيضا الأستاذ علي الفقية الصحفي من إسطنبول. أستاذ علي مرحبا بك. أهلا بك أستاذ علي. أنت أيضا برأيك تحركات المبعوث الأممي الآن الأخيرة، لقاءه بالرئيس هادي والآن متجه إلى عمان من أجل لقاء الحوثيين، هل ستثمر هذه المرة رغم التجارب الفاشلة التي لاحظناها في كل الاتفاقات التي تبرم مع ميليشيات الحوثي؟ لا أعتقد أنه ستكتب لي تحركات النجاح، لأنه هم يتحركون في نفس المربع الذي يتحركوا فيه خلال الفترة الماضية بنفس الطريقة بنفس الآليات، وجماعة الحوثي لا تزال تعتمد نفس الآليات المراوغة والمناورة لتستفيد من الوقت وتتجهز للمعارك القادمة لتفرض يعني شروطها وتفرض وجودها بالقوة، خصوصا بعد التحركات الجادة التي أفضت إلى تقدم ملموس للقوات الحكومية على الساحل الغربي واقترابها من ميناء الحديدة، فاتجهت لبعث رسائل للأطراف الدولية وللمبعوث الأممي بأنها أصبحت مستعدة للسلام، لكن هذا الكلام كله نظري، بينما الوقائع على الأرض تؤكد على أنهم يستعدون للمعركة. طوال الأسبوعين الماضية وميليشيات الحوثي تحفر الخنادق وتقطع الشوارع وتستقطب المتحشد المزيد من المسلحين إلى مدينة الحديدة استعدادا لمعركة، وهذا يفترض أن يكون مؤشر ومعطى واضح للأمم المتحدة ولكل المعنيين بالسلام في اليمن أن هذه الجماعة لا يمكن أن تقبل بأي حلول سلمية تجنب المدينة القتال، وإنما تذهب نحو تصعيد يزيد من صعوبة وتعقيد المعركة، مما يجعل المدنيين ومدينة الحديدة ذاتها تدفع المزيد من الثمن، خصوصا إذا ما استمرت المعارك بنفس الآلية ولم تتمكن القوات الحكومية من قطع طرق الإمدادات نحو المدينة وحصارها من الخارج. نعم. إذن ربما هي فسحة للميليشيا يعني بهذه الضغوطات التي تمارسها الأمم المتحدة على الحكومة الشرعية والتحالف، في المقابل الميليشيا تعيد ترتيب أوراقها في معركة الحديدة ومثل ما تحدثت أستاذ علي. إذن الآن إذا ما استمر الحال على هذه الطريقة وتحول الموضوع إلى حل عسكري، هل الأمم المتحدة ستكون داعمة للحكومة الشرعية والتحالف برأيك أم ستظل في موقف الحياد؟ هو عادة الأمم المتحدة وبحكم طبيعتها
تسعى لتجنب العمل العسكري، لكن إذا انسدت الطرق يفترض أن تكون الحكومة الشرعية ومن وراءها دول التحالف العربي تذهب نحو حسم يقلل من خسائر المدنيين ومن المعاناة التي يمكن أن تزداد فاتورة كلفتها إذا ما طال أمد المعركة، وتفرض أمر واقع. الأمم المتحدة عادة وكما نتابع في أكثر من بلد من البلدان التي تشهد نزاعات هي في النهاية تتعامل مع الأمر كما هو على أرض الواقع، وتتعاطى مع من يفرض قوته ومن يبعث بمؤشرات بأنه قادر على الحسم وقادر على الإنجاز بعيدا عن المراوغات والتطويل والذهاب نحو مفاوضات ومشاورات ليس لا تفضي إلى نتائج حقيقية. نعم. طيب أعود للأستاذ محمد الزلفة في الرياض. أستاذ محمد، ربما الفرصة التي الآن أيضا لو تركت للتحالف العربي والحكومة الشرعية من أجل إنجاز عملية عسكرية حاسمة، لكن كلما تأخر الوقت ربما تظهر هناك أصوات دولية تطالب بإيقاف المعركة لأن هناك كارثة إنسانية ستحل بالحديدة. برأيك مقدار القوة التي يمتلكها التحالف في إنجاز معركة الحديدة بأقل تكاليف وبزمن قياسي؟ أنا أعتقد أن التحالف ومعه طبيعة الحال الحكومة الشرعية والمقاومة الوطنية أعتقد أنهم يملكون من القدرة والإمكانات ما يحل مشكلة الحديدة بأقل التكاليف، بعكس ما تروجه بعض المنظمات الدولية وبعض ما يروجه الحوثي أنه سيذهب كذا وسيفعل كذا، ويتناسون ما يفعله الحوثي الآن بالشعب في داخل الحديدة. أنا أتصور أن القوات التحالف والجيش الوطني أن لديهم الخطط التي تضمن أكبر عدد ممكن من الشعب في الحديدة، وحينما يبدأ العمل أعتقد أن الشعب في الحديدة كله سيلتف حول جيشه الوطني وحول التحالف الدولي التحالف العربي والمجتمع الدولي الذي يتعذر ويماطل ويتحدث كثيرا سيخضع للأمر الواقع، وسيعرفون أن الحل هذا هو الحل الذي نملكه بأيدينا. إنما إطالة الأمد ليس في صالح سكان الحديدة ولا في سكان الشعب اليمني ككل ولا في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا أمر أنا أعتقد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيدرك تماما أن ما يخطط له التحالف العربي مع الحكومة الشرعية هو الأمر الذي سينقذ اليمن بكامله. أما مماطلات الحوثي والاتكاء على مشاعر المجتمع الدولي فهذا كله لم يجدي نفعا ولن يجدي نفعا إلا إطالة أمد المعاناة للشعب اليمني. عضو مجلس الشورى السعودية السابق الأستاذ محمد الزلفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. وعودة أخيرة للأستاذ علي الفقيه. أستاذ علي الفقيه، يعني سؤال أخير فقط، هل لازالت ميليشيا الحوثي تملك تلك القوة التي تمكنها من الصمود أمام كل الحشد العسكري الكبير والإمكانيات الكبيرة للتحالف العربي والحكومة الشرعية؟ هي تملك القوة التي تمكنها من إطالة أمد المعركة حد الوصول لتدمير أكبر مساحة من المدينة وإلحاق أكبر أذى وضرر بالسكان المدنيين، لكنها في النهاية مؤكد لن تصمد إلى آخر لحظة، ستصل لمرحلة ستنهار وستهزم كما هزمت في عدن وفي غيرها من المدن اليمنية. ونحن نلاحظ فقط هي تستفيد من التدخلات الدولية، تستفيد من عامل الوقت، وتستفيد أيضا من عدم اكتراثها بالأضرار التي تلحق بالمدنيين. هي اليوم تزرع الألغام وتحفر الخنادق ويتمترس قناصتها على أسطح العمارات والمباني السكنية الجديدة، وبالتالي فقط هي سترفع من الكلفة الإنسانية والبشرية للحرب التي في الحديدة، لكنها في النهاية مؤكد أنها ستخسر وستنسحب من الحديدة مهزومة. شكرا جزيلا لك الصحفي علي الفقيه، كنت معنا من اسطنبول. ومشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حفظكم الله الوطن.